عقدت قيادة عمليات سامراء مؤتمر موسع وشامل خاص بإصدار الأوامر النهائية لخطة تأمين الحماية للمراقد المقدسة وزوارهم الكرام بمناسبة استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام أيام 6 و7 و8/11 من هذا العام، واللي راح يصادف يوم الأربعاء والخميس والجمعة من هذا الأسبوع. بالتأكيد القيادة حرصت على أن تحضر كل الجهات ذات العلاقة الخاصة فيما يخص الخطة الأمنية والخطة الخدمية. حضور رؤساء الوحدات الإدارية والحكومات في قائم مقامية سامراء وبلد والدجيل والضلوعية، وحضور ممثلي العتبة العسكرية وممثلي الأمانة الخاصة في السيد محمد عليه السلام وإبراهيم بن مالك الأشتر، وجميع قطاعات وزارة الدفاع والداخلية وقطاعات الحشد الشعبي بكافة عناوينها، دليل على الإيمان بالعمل الجماعي وعلى تنفيذ مبدأ القيادة والسيطرة في هذا المجال. طبعا كما نجحت قيادة عمليات سابقا سامراء سابقا بتنفيذ أوامر المراجع الصادرة من قبل قيادة العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش وقيادة قوات البرية والخاصة بتأمين العديد من خطط الحماية للزوار الكرام في المناسبات الدينية أو المناسبات الوطنية، إن شاء الله ستنجح في هذه المهمة. راعينا في هذه الخطة عدد من المبادئ، بداية الحقائق التي موجودة على الأرض، وثانيا التهديدات الحالية والمحتملة والظروف التي تحيط في قاطع المسؤولية، والدروس المستنبطة اللي طلعت بها القيادة من المؤتمرات السابقة، والموارد والإمكانيات المتيسرة والموارد والإمكانيات اللي تم تخصيصها من قبل المراجع سواء في الجانب الأمني والخدمي، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي تدخل في التنسيق والتعاون فيما يخص المواكب والتنسيق مع العتبات العلوية والحسينية والعباسية والكاظمية والعسكرية والأمانات الخاصة لتأمين الزيارات المناسبة بما يضمن أريحية عالية لتنقل الزائر وإداء الزيارة بأفضل وأتم وجه.